بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكى أن أعرابية وجدت ذئبا صغيرا قد ولد للتو، فحنت عليه وأخذته وربته، وكانت تطعبه من حليب شاة عندها، وكانت الشاة بمثابة الأم لذلك الذئب. وبعد مرور الوقت كبر الذئب الصغير، وعادت الأعرابية يوما إلى بيتها فوجدت أن الذئب قد هجم على الشاة وأكلها وافترسها. فحزنت الأعرابية على صنيع الذئب، فأنشدت بحزن قائلة: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ابن ربيب، وذيت بدرها ونشأت معها، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. يعتبر الوفاء من الأمور التي أمر الله عباده أن يتحلوا بها، ولهذا يعد من الصفات الحميدة والممدوحة، ويذم كل من يتصف بخلافها كالخيانة والغدر. ولذلك قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكرم بعض العجائز كلما دخلت عليه، فقيل له في ذلك فقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة صلوات الله وسلامه عليها، وأن كرم العهد من الدين. فمن الوفاء مراعاة جميع الأصدقاء والأقارب والمتعلقين وكل من يحيط بنا، ولا ينبغي أن نقابل ذلك الإحسان الذي يقدموه إلينا بالإساءة والغدر والخيانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.